الو ها بابا قيس شلونك؟ شلونك استاذ؟ هلا حبيبي، انت من اهل المحمودية بابا؟ اي استاذ من اهل المحمودية. زين انت شنو شغلك عندك عربانة تبيع بيها جواريب؟ والله العظيم ما دقيت باب ورحت عليهم اذا ما سدها بوجهي. خوش وناشدتك انت واللي وحيد انت اللي يعني استقبلت من مناشدتي. شنو مشكلتك بابا؟ عندي عربانة. استاذ عندي عربانة ابيع بيها جواريب على باب الله صوماتي كلها 165 الف دينار. اي. خوش وعرباتي كلها متر بمتر. الصبح ما يحاجون على رزقنا يجي واحد اسمه ياد يقولون ذو محافظة بغداد يجي يطرد بينا. وش استاذ؟ زين. وموقف لي بنص الجبال بخيل المحمودية يقول لي عجبك يعجبك ما عجبك اطلع. هاي بلدية المحمودية مو؟ اي واحد يداوم بالقيم مقامه يا استاذ ما اعرف. بالبلدية مو بالبلدية يعني يبقى من الساعة 3 الظهر. اي. من الساعة 7 العصر بالليل. يردون منكم بابا قيس؟ يردون منكم؟ يردون منكم يا الله يخلونكم؟ لا ما يردون منا، ما يردون يعني مش ما اعرف ما اعرف ما اعرف. انت ايش قد مواليدك بابا؟ انا مواليدي 74. 74، ما عندك صغيله منها؟ والله ما عندي، عندي ضغط وعندي سكر وعندي قلب وعندي 7 نفرات برقبتي، الله يشهد علي. وانا مسؤول على كلامك. عندك ضغط وعندك سكر وعندك قلب وعندك 7 نفرات والله. 7 نفرات براسك وما والله. عندك شغله وتبيع جواري والله هسه كون شوف الحقيقه بس احكي وياك ودوله ويجيك واحد يقول لك دوله ميزانيتها 200 تريليون يعني انا والله رحت للقيم مقام ثاني موافق القيم مقام ابو خلال وقال له روح فتح. ثاني يوم وجانا هذا المسؤول اياد اسمه ابو علي اياد طردني قلت له وانا عندي موافقه للقيم مقام ما قصر القيم مقام قال له روح على ما شاء الله بالقيم مقام ما له شغله بالقيم مقام كان هسه هذا اطلبة المحمودية اللي حكيت بها على مدى حلقات والفساد اللي بالمحمودية وفي البلدية وفي المقامية وصرخة الناس وكتلة الناس مرت مرور الكرام لانه العدة حبايب يشبع فلوس هسه هذا ابو العربانة يجب ان يحاسب ابو علاوي لكن الحبابة والحباب دولاك في مأمن عمي هذا البلد مقرود يا المالك بقت سكر وضغط وقلب وقاعد يجار وسبعة برقبته ويبيع جواريب وما عنده شغل هاي بأفقر دولة بالعالم ماكو هسه أي اسم من الدولة استخلف الله وحط له عربانة أبو علاوي أيودي فدوى العينك دروح حاسب اللي يصير بالبلدية بشغل الحباب والحبابة والاتفاقات والصفقات وبعدين حاسب أبو الجواريب ولكم استحوا من الله قبل أن تستحون القانون لو يمشي على الكل لو يمشي بس على ابو الجواريب بابا ايش قد تحصل يومي يا قيس والله البحر محصل 16 يشهد الله علي محصل كل حرب بالقران كل حرب بالقران البحر من الساعه 3 للساعه 7 ب 16 دينار ايودي ابو علاوي خف ايدك ترى قبل ما الله يضربك هسه راح تقول لي القانون والله انا وياك بالقانون بس عمي التجاوزات الخيسة الأكبر فوق الخيسة الأكبر الجيفة الأكبر فوق مو يم أبو الجواريب نظف الفوق وتعال لأنه ما يصير واحد يحكي بالشرف هسه أنا ما قصدك إلك هذا بشكل عام ما يصير واحد يعلم الناس على الصلاة هو ما يصلي تصلحوها بالقائمة المقامية وصلحوها بالبلدية وصلحوها بالكهرباء وصلحوا بهذا وهذا من تجي تقول له شيل يقول لك ما عندي خبز يقول له تعال شغلك ما تتجاوزون على الناس على عربانة متر بمتر بركبة بركبة سبع نفرات ب16 مرض وتيجي تطبق القانون براسه تصلحوا أنفسكم يلا تطبقون القوانين شوفوا لكم شارب المحمودية يا اخوان الجهات الرقابيه اللي انفتح بها التحقيق بهيئه النزاهه وبالامن الوطني وبالجهات الاخرى على قضيه المحموديه شو صار الصنطه قضيه المحموديه ليش مقرود يا المالك بخت